بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: مسألة في حكم هبة المرأة نوبتها لضرتها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. قوله وللمرأة أن تهب نوبتها، أي تهب نوبتها لبعض صاحباتها، لا بأس في ذلك. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبر سنها، أحسن من كبرت، لما كبر سنها وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: والصلح خير. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله، كأنها فتح الراء، فرقت، حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها، وراه قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، الآية. فإذا صالحت المرأة زوجها وكبر سنها وهو خشي على نفسه أن يظلمها فيتصالحا بدلا عن الفراق، ويقوم عليها بالسكنى والنفقة وتتنازل عن حقها من المبيت لضرتها، هذا صلح. فلها السكنى والنفقة وتتنازل عن حقها من المبيت لزوجها أو لضرتها. وليس لها أن تعطي امرأة إلا برضا الزوج، ولها أن تعطيها للزوج. أما إذا تنازلت للزوج فلا يستطيع أن يخص بها، أن يخص به واحدة من زوجاته الأخرى، ما يستطيع أن يخص الليلة التي أعطيها لإحدى زوجاته، لأنه يجب عليه العدل. وأما إذا تنازلت هي لإحدى زوجاته فيستطيع أن يخص تلك الزوجة بمزيد. ولذلك من فطنة سودة رضي الله عنها، من فطنتها ونعم وطاعتها وأدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت اليوم لعائشة وهي أحب نسائه إليه. هي نفسها اختارت أن تجعل ذلك اليوم لعائشة. لأنها أحب نسائه صلى الله عليه وسلم، فأكرمت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وهذا من فطنة سودة رضي الله عنها. لو أعطتها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سيخص إحدى نسائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن. لكن لما اختارت سودة نفسها أن تجعلها لعائشة فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. مسألة: إذا قالت المرأة وهبت يومي لك تعطيه من شئت، فهل له أن يخص واحدة منهن؟ الجواب: ليس له أن يخص واحدة منهن، بل عليه أن يجعل ذلك اليوم في القسمة لهن كلهن. أما سودة فهي التي اختارت أن تجعل يومها لعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك. إذن يحتاج إلى أن يرضى الزوج،
لو جعلت المرأة المتنازلة يومها لواحدة لا يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرتضي الزوج ذلك، فليس لها أن تتنازل لامرأة إلا برضا الزوج. مسألة في القسم للبكر والثيب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يقيم عند الجديدة البكر 7 والثيب 3. قال الشارح عفى الله عنه لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. فالمرأة الجديدة التي يتزوج بها إن كانت بكرا فيقيم عندها 7 ليال ثم يقسم، والمرأة الثيب الجديدة إذا تزوجها يقيم عندها 3 ثم يقسم. وله أن يقيم عند الثيب 7، لكن إذا قام عندها 7 يسبع لبقية نسائه. إذن الثيب مخير بين أن يعطيها 3 ثم يقسم ليلة ليلة، وبين أن يعطيها 7 وإذا أعطاها 7 فيسبع لبقية النساء، فسيتأخر عليها العهد. إذا قام 3 فلا يقضي نساء، فلا يعطيهن إلا الليلة التي عليه، وإذا قام 7 عند الثيب الجديدة فعليه أن يسبع لبقية النساء. وله أن يقيم عند الثيب 7، لكن إذا أقام عندها 7 يسبع لبقية نسائه. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. وفي نعم في رواية: وإن سبعت لك سبعت لنسائي. في مسلم أيضا. وفي رواية: إن سبعت لك سبعت لنسائي. قال: إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت، أي ثم يقسم. قالت: ثلث. فاختارت الثلاث ثم يقسم ليلة ليلة. قوله ويقيم ليس معناه أنه لا يجوز له أن يخرج من البيت، يقيم عند الجديدة البكر 7. المقصود المبيت عندها، فلو عارضه يوما وجاءت له حاجة في تلك الليلة هل يقضي لهذه الجديدة مثلا؟ هل يقضي لهذه الجديدة مثلا أقام عندها 7 وفي اليوم الخامس منها جاءته حاجة في الليل مرضى، ذهب إلى السوق، ذهب إلى المستشفى، ضاعت تلك الليلة كاملة عليه، هل يقضيها؟ هل يقضيها لها؟ الجواب: يقضيها لها، لأن حق لها لم يف به، كما لو ذهب على بعض نسائه في القسمة ليلتها فإنه لا يحسبها عليها والله أعلم، كما لو كان يقسم بين نسائه فليلة من الليالي في جميع الليلة شغلة فلا يحسبها عليها، لكن لو شغل بعض الليل حسب عليها. أما أن يذهب الليل كاملا دون أن يدرك من الليلة شيئا فلا يحسب عليها. وليس المقصود أيضا أنه يلزمه ملازمة البيت ليلا ونهارا ولا يذهب لحاجته، وإنما المقصود أن يكون المبيت مع امرأته الجديدة. وأفرط بعض المتمذهبة فقالوا عذر له حتى عن حضور الجماعة، وهذا فهم ضعيف بعيد مردود على صاحبه. قال بعضهم: قوله أقام عندها 7 أي لا يخرج من البيت حتى هو معذور عن حضور الجماعة، هذا باطل، هذا قول باطل. وأبطل منه بل كبيرة من الكبائر الذين يفطرون في رمضان بحجة الزواج، هذا جهل عند بعض الناس، جهل عظيم لا يزال موجودا في بعض القرى النائية عن العلم، البعيدون عن العلم. إذا تزوج في رمضان فيفطر لأنه متزوج،
أعوذ بالله. هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. مسألة: إذا مر بامرأة أخرى من نسائه وذهب عندها في الليل. الجواب: إذا ذهب عند امرأة أخرى لحاجة يقوم عليها لأنها مريضة. نعم، حصل نقص. ذهب عند امرأة أخرى لحاجة يقوم عليها لأنها مريضة فيقيم عندها بقدر الحاجة. نعم، يضاف إذا ذهب، إذا ذهب عند امرأة. نقصت إذا. إذا ذهب عند امرأة أخرى لحاجة يقوم عليها لأنها مريضة كأن يقوم عليها، كأن يقوم عليها لأنها مريضة فيقيم عندها بقدر الحاجة ثم يرجع إلى امرأته، ولكن إن احتاج الليلة كاملة فيقضيها لها. كان يعني هل هو ربما قيد كاشف ما له يعني حكم؟ التقييد هذا ليس له حكم. إذا تزوج الثيب، قد جاءت روايات بالإطلاق، إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم، قد جاءت روايات بالإطلاق. أما قول تزوج البكر على الثيب فما يقال إنه أو لا يظن أن هناك حكم يعني بهذا التقييد. سبحانك اللهم وبحمدك.